هذا البرنامج رعاية السلام عليكم. اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طبعا عارفين كالعاده كل يوم سبت وكل يوم حد بنلعب اكلات تكون سهله بنختار حضراتكم او تكون اكله شويه سهله. بنبعد شويه عن موضوع الطبخ والطواجن والصواني وكده الجو ده كله, بنعمل اطباق تكون في الشياكه كده صغيره. طيب يوم النهارده اكون مع حضراتكم سؤال بيتكرر كتير جدا, بنتكلم عليه كتير جدا شافه, ولكن لازم نيجي نعمل تاني مع حضراتكم عملي حتى لو كان يعني متعد 20 مره ما عندناش منها خالص. البكاتة بس المشروم هنشوف بتعمل ازاي. جيب النهارده حضراتكم العرق كامل هنقطعه ونشوف بتتبل وكمان يتطبخ ازاي. ده اول طبع حضراتكم. الطبع الثاني شوربه كده حلوه ومفيده, بطاطس بالكريمه والبسله, هنشوف برده بتعمل ازاي. الطبع الثالث سلطه جريك, سلطه معموله بالجبنه والانشوجا والبصل والزعتر. الموضوع النهارده يا جماعه مغري جدا. تعالوا نطلع فاصل ثم نواصل ونشوف الاخبار ايه. الأطفال هم أحلى حاجة في حياتنا, هم اللي بيخلوا للدنيا معنى ولون مهما كانت المشكلة. الحل موجود في مركز دار الطب, فريق طبي متكامل على أعلى مستوى, استشاريين متخصصين في مجال تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب وأمراض الذكورة والعقم. دار الطب حقق نسب نجاح قياسية عالمية لأننا نمتلك معمل أجهزة مجهز بأحدث حضانات ثلاثية الغاز وأحدث الميكروسكوبات وأجهزة حقن البويضات والميديا, معمل ذكورة مزود بجهاز فحص المادة الوراثية DNA. في دار الطب هتلاقي أحسن مستوى رعاية وأفضل خدمة. دار الطب, حلمك هيبقى حقيقة. للحجز والاستعلام اتصل على 19-613. أصل الصنع وطعم الأكل جريلو هو اللي يقول جريلو, لحم برجر صافي, سجق شرقي, ولانشن وكفتة بتتبيلة بات, جريلو هو المضمون. الفضل كله لسولو غير سولو, أنا مضمونشي للقلي كمان والسلطة في الطبخ متتصورشي, عمري ما فكر أجيب غيره دي الصحة ما تتعورشي. الوحيد بزيت الصويا سولو, مش هتستعملي غيره. بيرفكتو جبتوه ولا عمري سبتوه, من يوم ما دقتوه والطعم ميزان, شرايح ذهبية لاصحابي وليا, تقرمش تطرقع تسمع نكهاته جنان. بيرفكت بطاطس طبعا طبيعية 100%, طعمها جبار, تقرمش تطرقع وتسأل عملوها ازاي. ادي البيضة وادي اللي سلقها وادي اللي قشرها وادي اللي اكلها مامهم. ادي البيضة وادي اللي رعاها بحفظ وخبرة وعينه معاها لحد ما كبرت وبقت فرخة, فرخة كبيرة من الوطنية. ادي الفرخة من الوطنية بأكل طبيعي متغذية, الوطنية فراخ صحية ماما جابتها مخصوص ليا. جهزناها وبردناها بفكرة جديدة وحفظناها علشان نفضل طازة وقطعة. ايه ده, انا فرخي الوطنية. دواجن الوطنية الاولى في الوطن العربي. في رمضان كل واحد مننا بيحب الكريب بطريقته, وانا بحبها في السمبوسك عشان طعمها بيدوب في البق. وتيتا حبيبتي بتحب الكريب في الكبيبة, وحلو عمته ما فيش زيه عشان معمول بكريب.
ودي حكايتي مع كيري اللي بتجمعنا في رمضان، ورمضان دايما احلى مع كيري. اسال عنها اللي بيحبها. دلوقتي احكام جديده اكبر من لجنه كيري علشان تستمتعي بالسحور اللي بتحبيه. الوان غنيه ونعومه دائمه. انستنت انديان حنة، لون مركز ولمعان طبيعي. انستنت انديان حنة من لاكتشوال. لاكتشوال I like it. لسه بتدوري على كيس واحد يكفي غسلة واحدة؟ إيريال فائقة للبقع لغسلة واحدة. قوة إيريال في إزالة البقع للغسلة الواحدة بجنيه ونص بس. يلا يلا ناو. طول عمرنا مختلفين في شكلنا، في لبسنا، في طريقة تفكيرنا. طب ليه لما خدنا بالنا زعلنا؟ هي صوابعك زي بعضها؟ احنا ليه مستغربين؟ ده هي قوتنا في اختلافنا، لأننا بنكمل بعض زي فريق الكورة. لا كله مدافعين ولا كله مهاجمين. يعني الخلاصة علشان نكسب كلنا لازم نخاف على بعض، نشتغل مع بعض، نسمع بعض، نمد ايدينا لبعض، ويبقى قلبنا على بعض. كلنا محتاجين نطلع احسن ما فينا. كلنا محتاجين كل واحد فينا، وهي دي حلاوتها، هي دي قوتنا. اختلافنا مش خلافنا. كلنا فريق واحد، كلنا بنبني مصر. كلنا فريق واحد، كلنا بنبني مصر. كلنا فريق واحد، كلنا نبني مصر. كلنا أهل مصر. أنا مسافر يومين، ولما أرجع عايز كل حاجة تبقى تمام زي كده بالظبط. فاهمين؟ مزمز ميريندا وفكها شوية. رحلة نجاح ناس كتير بدأت مع إيريال ومصر الخير من خلال مشاريع توفر لهم دخل مستمر، ولأن إيريال ورا كل نجاح هنكمل المشوار ونحقق أحلامهم. النهاردة حملت طريق النجاح ساعدت 18,000 شخص، شاركوا معانا وبمساعدتكم إيريال ومصر الخير هيوصلوا أكبر عدد لأول طريق النجاح. أنا شاركت، أنا شاركت، أنا شاركت، أنا شاركت. شاركوا، ياريت كلكم تشاركوا معنا. شاركوا إيريال ومصر الخير، اتبرع على حساب 100 في جميع البنوك المصرية. الفضل كله لسولو، غير سولو أنا مضمنشي، للقلي كمان والسلطة في الطبخ ما تتصورش، عمري ما فكر أجيب غيره، دي الصحة ما تتعوضش. الوحيد بزيت الصويا سولو، مش هتستعملي غيره. بيرفكتو جبتو ولا عمري سبتو، من يوم ما دقتوه والطعم ميزان، شرايح ذهبية لأصحابي وليا، تقرمش تطرقع تسمع نكهاته جنان. بيرفكت بطاطس طبعا طبيعية 100% طعمها جبار، تقرمش تطرقع وتسأل عملوها ازاي. بتدور على وظيفة جوه مصر أو برا مصر؟ يا ريت، نفسي ومش لاقي. الحل عندنا، خدمة التوظيف، وظائف بكل التخصصات جوه مصر وبرا مصر. طبيب، مهندس، محاسب، لو بتشتغل في جميع المهن الحرفية هتلاقي الوظيفة اللي تناسبك جوه مصر أو برا مصر مع خدمة التوظيف بمكالمة على 1741 من أي محمول، أو على 09795 من أي خط أرضي. إذا كنت بتدور على وظيفة جوه مصر أو برا مصر هتلاقي الوظيفة اللي تناسبك. ألو، أيوة، مبروك، تعال استلم الوظيفة. بجد؟ خدمة التوظيف، خدمة حقيقية. خدمة دكتور السيارات، عايز تبيع أو تشتري أو تستبدل عربية؟ عايز تسأل عن الصيانة أو قطع الغيار؟ أسعار العربيات وأفضل الأماكن اللي ممكن تشتري منها وانت مطمن. نقدر كمان نعمل لك المقارنة المناسبة بين جميع أنواع العربيات أو حتى نكمن عربية، والمفاجأة
خدمة مجدة الطريق. لو عطلت لأي سبب وفي أي مكان كلمنا على 1741 من أي محمول أو على 09795 من أي خط أرضي. كل ده مع خدمة دكتور السيارات. خدمة دكتور السيارات، هتسوق وانت مطمن. الإعلان ده 45 ثانية بس، يعني لازم تسمعني كويس. في مسابقة فيها سؤال كلمنا وجاوب تاخد جايزة سهلة. مرة كمان، في مسابقة فيها سؤال كلمنا وجاوب تاخد جايزة. المسابقة هي مسابقة جاوب تكسب، والسؤال كم مرة فازت مصر ببطولة الأمم الأفريقية؟ 1 6 مرات، 2 5 مرات، 3 7 مرات. والإجابة هي دي عليك. أما جوائزنا هي موبايل، بلاي ستيشن أو كاميرا ديجيتال، ومعانا فايز كل 10 أيام. نسيت أقولك، كلمنا على 2605 من أي محمول أو على 09827 من أي خط أرضي، وجاوب على السؤال. قال بالحق أبو جمعة، لو تبنا ربنا هيقبل التوبة دي؟ طبعا، الحكاية أصلها دم، ربنا بيحب الخطائين. والنبي يا أخويا أنا قلت كده من الصبح. توابين طب. في مهنتنا دي لازم الواحد يبقى أمين. أنا فاضل لي تكة واملك السوق كله في دي. اللي زي دول ما بيهزروش. أفندينا خلاص راح، اللي جاي بتاع براءة. براءة ده عيل طهش الأحمر المستورد. ياما ده عايزنا نشتغل في اللي ملناش فيه. أنا تعبانة، سيبوني بقى في اللي أنا فيه. عشان تعرفوا آخرة اللي انتوا بتضربوه ده إيه. إحنا في بيننا وبينه دم يا حاجة. حق ابني أنا ممكن أخده الليل. لو على السكة اللي أوصل بيها المصارين النوح. وعرفت إزاي بقى إن أنا عايز أعرفك على حياتي؟ في بيني وبينها طار، وعايزاك تجيبهوني منين نعينا. ماشي يا شو. وحياه امهم لا جايبهم ولو في سبع ارض. انت هتجيب لي اخبار خميس اول باول. بتعملي معايا انا كده؟ بس انا مش ناوي بيع خميس يا مطر. ادوها برشام تديكوا احلام. انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحال. اثبت. لو قربت مني هوز نفسي. انا هقتلك. المد عنده مزاج. شيل الزباله دي من هنا. الإشارة اللي على آخر السامر الحريمي يطلطوا اللقطة دي. اللي هعمله ده هيخسرني خميس العمر كله. القهوة يا كبير. ده أنا هطلع العفاريت على جتتك وجتت اللي خلفوكي النهاردة. خميس خلاص مبقالوش كبير. كل حلفاؤك خانوك يا أفندينا. أنا خميس أفندينا. مرة تانية مع الأم هنية. قبل الفاصل كنا بنتكلم معاكم النهارده على أكل سريع كده في 40 زي ما بيقولوا، بكاتا. البكاتا بنسأل عليها كتير جدا، هي والديك الرومي والمكرونة بشاميل والبيتزا، الحاجات دي كلها يا جماعة بنجاوب عليها كتير جدا بالكلام أو بالشفوي، وعملناها قبل كده كذا مرة، ولكن برضو لا مانع إن نكررها تاني. ده طبعا حسب رغبة حضراتكم. يعني أنا بقول ليه كده دلوقتي عشان محدش يقول هو بيعمل بكاتا تاني ليه؟ لأن ده حصل قبل كده عملناه، ولكن برضو بحاول نوضح لحضراتكم الأمور بشكل بسيط. طيب البكاتا رقم 1 بالمشروم، هنشوف بتعمل إزاي. رقم 2 شوربة البطاطس بالبسلة والكريمة، شوربة جميلة جدا، هنشوف بتعمل إزاي. رقم 3 هيكون معاكم كمان سلطة الجريك، سلطة أو السلطة اليونانية، هنشوف بتعمل إزاي بشكل بسيط. يلا مع بعض نبدأ بسم الله في أول طبق لحضراتكم، البكاتا. هنتكلم مش نعمل بكاتا بس، البكاتا ممكن أي حد يعملها في الدنيا، ولكن نتكلم شوية عن تتبيلتها أو عن حتة اللحمة وتقطيعتها، وهو ده المطلوب. يعني زي المثل بيقولك إيه، ما تأكلنيش سمك علمني أصطاد إزاي.
دي المطلوب طبعا مع حضراتكم، ان انا مش هعمل طبق البكاتا بس اوضح لحضراتكم بشكل بسيط على قد طبعا خبرتي لحضراتكم، وده تواضع يعني لحضراتكم تسمعوني في النقطه دي، اني بس اوريكم حته اللحمه ونقطعها مع بعض بشكل بسيط ونتعرف عليها قبل ما نبدا نتبلها، عشان نبقى عارفين وقت ما نروح عند الجزار نقول له انا عايز حته لحمه للبكاتا ما يضحكش عليا، ما يدينيش حته لحمه تكون يعني جايبها مثلا تكون ناشفه شويه او تكون من نوع انا مش عايز، يكون برده عندي الخبره. حاجتين ثلاثه بالكثير قوي اطلع منهم حته اللحمه. رقم واحد ممكن اطلعها طبعا اكيد من عرق الفريتو اللي هو العرق البيف فيليه او بيسموه الفيل فيليه حسب نوع اللحمه، لو كان طبعا كندوز او بتلو، بس انا ارجع لحضراتكم الفيل او البتلو بيبقى طعمه حلو جدا وسهل في التسويه كمان، وزي ما حضراتكم شايفين بيبقى لحم ابيض شويه، لحم بتلو بيبقى طعمه جميل جدا وسهل جدا في التسويه. وممكن كمان اطلعها من عرق بسيط جدا، السلايس بتاعي ما يكونش تخين عشان خاطر ابدا اسويه كويس قوي، وناس تحب تعمله كمان من وش السمانه، ده موجود وده موجود، ده كله اهم شيء التتبيله بتاعتي تقعد شويه، اهم شيء اقطعها بطريقه تكون زي ما حضراتكم هوريها لكم دلوقتي تكون شكلها ظريف. ده رقم واحد عندي عرق مثلا اهو بالشكل ده، عرق كامل بجيبه عندي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دوت كده، ده عرق بتلو بيبقى صغير جدا طبعا، لما بيكون في الكندوز او في البقري بيبقى كبير جدا طبعا، بيختلف شويه المقاسات. هبدا اعمل ايه؟ والله لو في اي شغله كده مثلا زي كده بسم الله هبدا اشيلها بالشكل دوت كده، وابدا اجيب عندي حته اللحمه بشكل بسيط جدا، واجيب عندي الانسجه ماشيه ازاي كده، الانسجه ماشيه يمين اهو بيبان اهو، بصوا حضراتكم دي انسجه ماشيه باليمين، هاجي اقطع كده تبقى عكس، انا عايز اوضح لحضراتكم شويه، انا جايبها كده من الناحيه الثانيه، او نخليها باللوجيك شويه، دايما الانسجه بتبقى عكس حته اللحمه بالسمك الكبير، بمعنى ايه؟ وضح لي يا استاذ. والله لو هي من هنا تبقى كبيره تبقى من هنا واطيه شويه زي ما حضراتكم شايفين اهو، السمكه بصوا ده عالي وده واطي، باجي انا من عند الواطي وابدا اقطع لحد ما اوصل للعالي، بيبقى الموضوع عندي سمك يكون كويس جدا، سكينه حاميه وابدا اقطع بسم الله كده اهو كده اهوت بالشكل دوت، وابدا اقطعها بشكل بسيط جدا من غير صعوبه اهو كده اهوت، وابدا كده كمان بعملها بشكل سلايس كمان لو عايز اعملها اهو كده اهوت. غالبا الجوانتيات مع معظم انواع اللحوم لما تيجي تقطع بيبقى رخمه شويه اهو، وانا ما بحبش اشتغل غير بالجوانتي. حته اللحمه دي يعني من اجود اشكالها زي ما حضراتكم شايفين، سيبكم الحته الصغيره دي، يبقى هو كده اهو اقطع كده اهوت كده اهو بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وابدا كمان هقطعها كده اهو كده بالشكل دوت، عايز اقطعها تكون صغيره مش كبيره كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، العرق بيتقطع معايا بسهوله، اهم شيء تكون سكينتي حلوه وتكون حاميه اهو حته زي كده كده اهو. طب تبلتي عباره عن ايه؟ بجيب عندي ثلاث بصلات وابدا اقشرهم وابدا كمان ابشرهم اهو، ده زي ما حضراتكم شايفين كده، دي التقطيع اللي انا عايزها تكون تقطيعها صغيره جدا، ممكن كمان اعمل فيها حركه صغيره قوي لو عايز ابططها كده بايديا زي ما حضراتكم شايفين اهو من غير ما ابط اهو، حته اللحمه بقت كبيره معايا زي ما حضراتكم شايفين اهو بالشكل ده في ايديا برده تاني اهو، او بمبط لو عندي كده اهو، ده موجود وده موجود اهو. ليه بتعمل كده؟ والله بوسع شويه الانسجه عشان خاطر حته اللحمه تتبل معايا بسرعه وكمان تستوي معايا بسرعه برده، ده موجود برده يعني حسب الخبره بتاعت حضرتك كنت تعملها في البيت عادي، وممكن ببطن السكينه بس انا مش عايز حد يلعب بالسكينه كتير اهو بالشكل ده كده اهو. وسع الانسجه وبتتبل معايا بسرعه زي ما اتفقنا اهو. طبعا بجيب عندي ثلاث بصلات زي ما احنا قلنا، بقشرهم ببشرهم، باخد منهم عصير ميه البصل على جنب، واخد منهم البصل التفل بعمله عندي في الصوص، ببشرها بشره كويسه، دي طارق دي شكلها صحيه كده، ببشرهم بشره كويسه، بحط عندي الزبد الاول، وبعد كده ببدا اسوي عادي جدا المشروم بتاعي على جنب، والناحيه الثانيه نفس الموضوع، ببقى متبل اللحمه بتاعتي بشكل بسيط. هبدا اعمل عندي تتبيله وهو ده المطلوب. اول حاجه بجيب عندي بوله فاضيه، جايب عندي كوبايه البصل ميه البصل كده بالشكل دوت، وابدا اجيب عندي فيها كميه اللحمه بتاعتي اهو. تبلت عباره عن ايه؟ والله عندي رقم واحد وده المهم والاساس، الفلفل الاسمر او الابيض كده اهوت، وعندي كمان الملح
كده اهو، ولو عندي كمان حبه زعتر باودر بيبقى طعمه جامد جدا. وابدا اقلب كويس اهو، ملح وفلفل، ميه بصل، حبه زعتر، دي تتبيله مظبوطه جدا جدا اهو بالشكل ده. اسيبها مش اقل من نص ساعه او ساعه عشان خاطر الموضوع عندي يكون ليه طعم شويه. وزي ما احنا اتفقنا انا بحاول اشيل كل الانسجه او اوسع الانسجه شويه عشان خاطر الموضوع عندي يبقى فيه براح شويه كشكل او كمساحه اللي هو يكون حجمه يعني. وتاني حاجه برده في التتبيله بتاعتي ياخد وقت كويس جدا او يتوغل زي ما بيقولوا كده، ولما اسوي ما يكونش عندي فيه صعوبه خالص. طيب هعمل دلوقتي هسيب عندي ده يتبل كويس وابدا اجيب عندي المشروم. المشروم بتاعي حسب الموجود ما بشرطش يكون فريش، ممكن يكون الفريش غالي او مش متوفر في كل الاوقات. هجيب عندي علبة مشروم اصفيها كويس جدا، هستخدم نصها مش اكتر من كده، وهشوف بحضراتكم هيبقى عامل ازاي الموضوع كده اهوت. بجيب عندي ربع كيلو مشروم او 200-300 جرام حسب المتوفر كده اهو. وبعد كده ببدا اقطعهم طريقه السلايز او جوليان، وهنشوف الموضوع ازاي. اجيب سكينه كده اهو، ادي المشروم الفريش اللي عندي، طبعا انا ما رضيتش اقطعه من بدري عشان ما يسودش مني اهو كده اهوت. اقطعه عندي بالطول بالشكل ده. طبعا عندي الطاسه بتاعتي سخنه، هبدا اخش في الصوص الاول ولا اخش في اللحمه بتسويتها الاول؟ هو ده بقى هنا الاختيار اللي بنتكلم فيه مع حضراتكم. لا انا اخش في اللحمه الاول عشان اخد طعم الطاسه بتاعتي مطرح تسويه اللحمه، وبعد كده اخش في الصوص عليها على طول، هيبقى الموضوع عندي تمام التمام اهو بالشكل دوت اللي هوت. المشروم قطعته كده اهو بشكل بسيط جدا. هجيب عندي رقم واحد، زي ما حضراتكم شايفين اللحم المفروض زي ما احنا اتفقنا نص ساعة أو ساعة فيما فوق يعني مش أقل من كده. بس طبعا دلوقتي عشان خاطر أقدم حضراتكم عشان ننجز وقتنا، يبقى عندي كوباية دقيق مثلا بالشكل دوت، وهبدأ أجيب عندي طبق فاضي تاني وابدأ اللي اتبل فيه اطلعه على طول ادخله في الدقيق، وبعد كده هنشوف مع حضراتكم الموضوع ماشي ازاي اهو. حته البكاته ببدا اعملها كده اهو، تعفير الدقيق من الوش والظهر كده بالشكل ده، وانفضها كويس ما توسخش الزبده بتاعتي والزيت. نفس الموضوع اهو كده اهو. ميه البصل طبعا زي ما احنا اتفقنا لازم اخليها تقعد شويه عشان تتبل كويس، والدقيق وظيفته ان يديني لون ويحافظ شويه على حته اللحمه، وطبعا لازم تتلسع شويه في الطاسه عشان خاطر يبقى انا عملت كده المفيد كده اهو. طبعا ميه البصل هي هو الطعم المفروض ان انا بستفيد بيه، بس زي ما احنا اتفقنا لازم ازود وقت التتبيله كده اهو. بقى انا هفضل عندي ميه البصل، هعمل فيها ايه ميه البصل دي بقى؟ والله ميه البصل دي بالنسبه لي انا يعني بطعم اللحمه والبهارات ما برمهاش. عندي كده كده كيس ديمجلاس بتاع كنور اللي انا هعمل بيه الصوص بتاعي. بروح اعمل ايه؟ المفروض ان انا اجيب ميه وابدا ادوب كويس جدا عشان اعمل الصوص. طب انا عندي ميه بصل، بدل ما احط ميه عاديه احط ميه بصل، والطعم عندي هيزيد ويبقى طعمه جميل جدا. كده اهو. لما اجي احمر بقى الدكاته بتاعتي في الطاسه، المفروض احمرها بزيت، لو بزبده عفوا، بزبده. لو حمرتها بزبده لوحدها هتتحرق مني والموضوع هيقلب معايا شويه كده بغمقان، وانا مش عايز كده. هعمل ايه؟ احط عندي كميه الزبده اللي انا عايزها، واضيف عليها كمان معلقتين ثلاثه من الزيت اللي عندي عشان خاطر ما يخليش الموضوع عندي يبقى محروق ولا يكون في اي مشكله. هبدا ابهر عندي كده زي ما حضراتكم شايفين، او اتبل بالدقيق، وبعد كده اطلعها وانفضها شويه، وبعد كده ابدا احط عندي الزيت والزبده، وبعد كده نبدا نحمرها. بس اطلع فاصل الاول صغير وبعد كده نبدا نحمر. هذا البرنامج رعاية ألوان غنية ونعومة دائمة. إنستنت إنديان حنة، لون مركز ولمعان طبيعي. إنستنت
انديان حنة من لاكتوال. لاكتوال I like it. اصل الصنعة طعم الشوي جريلو هو اللي يقول، لان اللحم الصافي وبس جريلو هو المضمون. اصل الصنعة طعم الاكل جريلو هو اللي يقول، لان اللحم الصافي وبس جريلو هو المضمون. واللانشون حضر يلا اللانشون جه، عايزين منو على طول، لان اللحم الصافي وبس جريلو هو المضمون. اللحم الصافي بجد جريلو هو المضمون. الفضل كله سولو غير سولو، انا مضمونشي للقلي كمان، والسلطة في الطبخ ما تتصورش، عمري ما فكر اجيب غيره، دي الصحة ما تتعورش. الوحيد بزيت صويا سولو، مش هتستعملي غيره. في رمضان كل واحد مننا بيحب الكريب طريقته، وانا بحبها في عشان طعمها بيدوب في البق. وتيت حبيبتي بتحب الكريب في الكوبيبة، وحلو عمته ما فيش زيه عشان معمول بكريب. ودي حكايتي مع كريب اللي بتجمعنا في رمضان، ورمضان دايما احلى مع كريب. اسال عنها اللي بيحبها. دلوقتي احجام جديده اكبر من لبنه كريب علشان تستمتعي بالسحور اللي بتحبيه. انا اسمي ريم، ومشكلتي ابتدت لما اتجوزت وفضلت 3 سنين من غير اطفال. مش قادره اوصف قد ايه كنت حاسه بوحده ومرار، لحد ما ربنا كرمني بعمر، احلى حاجه في حياتي. مركز دار الطب لعلاج تاخر الانجاب واطفال الانابيب وامراض الذكوره والعقم. دار الطب، حلمك هيبقى حقيقه. للحجز والاستعلام اتصل على 19 613. بيرفكتو جبتوه ولا عمري سبتوه، من يوم ما دقتوه والطعم ميزان، شرايح ذهبية لاصحابي وليا، تقرمش تطرقع تسمع نكهاته جنان. بيرفكتو بطاطس طبعا طبيعية 100%، طعمها جبار، تقرمش تطرقع وتسأل عملوها ازاي. يلا ناو. رحلة نجاح ناس كتير بدأت مع إيريال ومصر الخير من خلال مشاريع توفر لهم دخل مستمر، ولأن إيريال ورا كل نجاح هنكمل المشوار ونحقق أحلامهم. النهاردة حملة طريق النجاح ساعدت 18,000 شخص، شاركوا معانا وبمساعدتكم إيريال ومصر الخير هيوصلوا أكبر عدد لأول طريق النجاح. أنا شاركت، أنا شاركت، أنا شاركت، أنا شاركت، شاركوا، ياريت كلكم تشاركوا معنا. شاركوا إيريال ومصر الخير، اتبرع على حساب 100% في جميع البنوك المصرية. الإحساس بالحرية أجمل شعور، بس ضروري يكون معاه الحماية الكاملة. فوطة سندريلا الجديدة الأعرض من الوسط بتوفر لك أكبر قدرة امتصاص مع حواجز مزدوجة للحماية من التسرب. سندريلا المضغوطة وبنعومة القطن دلوقتي متطبقة ومتغلفة بشكل مثالي لحياتك العملية. سندريلا، حماية أكتر، راحة أكتر. ألوان غنية ونعومة دائمة. إنستنت إنديان حنة، لون مركز ولمعان طبيعي. Instant Indian Henna من Lactuel. Lactuel, I like it. الفضل كله سولو غير سولو، أنا مضمونشي للقلي كمان، والسلطة في الطبخ ما تتصورش، عمري ما فكر أجيب غيره، دي الصحة ما تتعورش. الوحيد بزيت صويا سولو، مش هتستعملي غيره. طول عمري بحلم أشوف عمر ناجح، ولما اتقابل في الجامعة كان هم يتأكد أنه يظهر بأحسن صورة، بس المسحوق اللي بستعمله ريحته بتروح على طول، لحد ما اكتشفت إيريال بلمسة داوني اللي بيديني نظافة أحسن، وكمان انتعاش أطول من أي مسحوق تاني لغاية 10 أيام، ولما بشوفه ناجح بحس إن الدنيا مش سايعاني. لأفضل نظافة إيريال وبس، دلوقتي بريحة الليمون والنعناع المنعشة. أحلامنا جزء من حياتنا وليها معاني وإشارات وتفسير،
ولو اتفسرت صح هتفيدنا كتير. ومعانا اتصال. أنا بشوف نفس الحلم بيتكرر كذا مرة، تفتكري ده تفسيره إيه؟ تكرار الحلم أكتر من مرة معناه إن الإنسان مش فاهم الرسالة اللي جايله، تفضل تتكرر عليه لحد ما يفهمها وتترجم تختفي، إذا ظهرت تاني تظهر على فترات متباعدة. وانتوا كمان تقدروا تفسروا حلمكم مع أصغر مفسرة أحلام في مصر والوطن العربي شيماء صلاح الدين. اتصل من أي محمول على 1741 أو من أي خط أرضي على 09795. دنيا الأحلام عالم بعيد، مع شيماء صلاح الدين هتقدر تقربه وتفهمه أكيد. متضايق من أصحابك علشان كل شوية يفتحوا موبايلك؟ عندك مشكلة علشان مش بتعرف تحتفظ بأي حاجة شخصية على موبايلك؟ دلوقتي والأول مرة برنامج البصمة السرية لحماية الموبايل. بمجرد إنك تحمل البرنامج سجل بصمتك علشان لو قفلت تليفونك محدش هيعرف يفتحه غيرك. كل اللي عليك إنك تدوس في المربع ده والبرنامج هيفتح تليفونك لو بصمتك متسجلة عليه، لأن موبايلك مش هيشتغل إلا ببصمة صباعك. اتصل من أي محمول على 1741 أو من أي خط أرضي على 09795 ونزل على موبايلك برنامج البصمة السرية. صباح الخير يا سلالة. العرسان واقفين طوابير على الباب وانت مطنشة. ده متجوزة نص بنات مصر، يعني هعملك أحسن فرح في مصر. طب ما تقفشيش ده. طه؟ هو إزاي صحة الأستاذ حسن والد حضرتك؟ الحمد لله. أنا مش عايزة أتجوز، مش هتجوز. واحدة بتهرج مع المعيد بتاعها، إيه اللي حصل يعني؟ أنت اللي بتغير يا كتكوتة. بغير من دي. ربنا يخليك لينا أنت يا حبيبتي. خدي تحكي بسرعة، شايفة الراجل اللي واقف هناك ده؟ ماله؟ ده بيصورني. لا ده راجل غريب جدا بقى، ده مش طبيعي خالص. اصل الشبه ده مش معقول يبقى صدفه. فعلا شبه ليلى الخالق الناطق. اهلا بيكم مره تانية مع الامانه. زي ما حضراتكم شايفين كده بدات احط عندي الزبده والزيت يسخنوا كويس. هبدا بعد كده على طول قبل ما يتحرقوا انزل على طول بالبيكاتا بتاعتي تتحمر وتاخد الطعم. لو عندي عود روزماري مفيش مانع عندي احطه في النص يديني طعم جميل جدا. ببدا انفض كده زي ما حضراتكم شايفين وابدا ارص اهو. طبعا النهارده يا جماعه انتوا شايفيني شكلي كده هادي ونادي وبسيط جدا، مش عشان انا صاحي من النوم، عشان انا يعني بقالي فتره كده في دور برد، ودور البرد ده بقى اجاركم الله في الصيف بيبقى الواحد يعني كتيان زي ما بيقولوا كده، فمعلش اعذروني النهارده. زي ما حضراتكم شايفين ببدا انزل عندي بالبيكاتا كده اهو، تبدا تتحمر براحتها خالص. انا مش محتاج منها غير لون واحد، وبعد كده هبدا اطلعها وابدا اعمل الصوص مطرح لحم البيكاتا اهو كده اهو دقايق، وبعد كده هبدا اقلب واظبط الامور. انا ممكن اعمل الصوص عادي جدا في طاسه ثانيه، ولكن زي ما احنا اتفقنا عايز اعمل الموضوع عندي بشكل يكون بيتوتي شويه او ليه طعم بمعنى الكلمه. زي ما احنا قلنا لو عندي عود من الروزماري او عود من الزعتر في النص كده يديني برده ريحه كويسه في وسط الزبده، اكيد الموضوع بيختلف تماما اهو. هسيبها شويه مش هقلب على طول عشان خاطر مش عايز تعجن مني، تكسر قطعه صغيره، وبعد كده هبدا امسك التونج او المساك وابدا اقلب براحتي. طيب عندي حاله من الناحيه الثانيه سخنه زي ما حضراتكم شايفين، دي اللي هعمل فيها الشوربه بتاعتي. عفوا الشوربه بتاعتي هعملها النهارده ازاي؟ جايب عندي ربع كيلو بطاطس سلقه ونص سلقه، وجايب عندي كمان كوبايه بسله، وعندي طبعا العاده بتاعتنا البصل
والكرفس والكرات، وكمان عندي معلقتين من الزبده وكريمه اللباني، وعندي المرقه بتاعتي. ده كله موجود عامل بالشوربه مع هاند بلندر. الموضوع عندي هيبقى تمام التمام. هبص بس مع حضراتكم كده على موضوع الكاده بتاعتنا، نشوف اخبار لونها ايه. بسم الله. اهو بص حضراتكم اللون الجولد دوت، ده اللي انا عايزه منها، مش عايز اكتر من كده والله، مش طمعان ومش عايزها تتحرق مني ولا عايزها تفك مني خالص. اهو بالشكل ده كده، سيبها برضه تتحمر. ايه اللي خلى اللون عندي يجي كده؟ هو الدقيق، هو الدقيق مفيش غيره، الدقيق والنار السخنه. اهو زي ما حضراتكم شايفين واخد الجولد، مش واخد المحمر بحرق الزبده او بحرق الدقيق، بيبقى باين يعني حاجه بتبان زي ما حضراتكم عارفين. فطبعا لازم يكون شويه واضحين بكل الاحوال. طيب هعمل الشوربه بتاعتي بايه؟ والله الاول هديها عندي معلقتين من زيت سولو في الشوربه بتاعتي كده اهوت، وهبدا هخش عندي خطوه. عباره عن ايه؟ طبعا اساسيات الشوربه معروفه ملهاش ثاني يا جماعه، ومش عايزين نبتكس ونعمل انواع شوربه تكون يعني بعيد عن حضراتكم شويه، عشان خاطر انا عارف يعني امهاتنا بيقابلوني في الشارع يقعدوا يقولوا لي ايه؟ اتوصى بالشوربه، اتوصى بالسلطه، فمش اكيد ان يقول لي اتوصى بالشوربه والسلطه انا هعمل لهم حاجات صعبه، فلا خلينا نكون ماشيين تحت حضراتكم كده. طيب بجيب عندي بصلايه ناعمه زي ما احنا اتفقنا، عندي الكرفس يدي لي طعم كويس جدا، وعندي برده كمان الكرات كده اهوت، وابدا اقلب كويس بالشكل ده. احط امتى الزبده والدقيق؟ بعد ما اخلص حاجتي كلها. وعلى فكره انا من الناس ممكن مش احط النهارده زبده ولا دقيق، عشان اصلا البطاطس فيها كميه نشويات قويه جدا، فكده كده هتربط معايا، عشان وظيفه الزبده والدقيق ان تربط معايا، فالربط موجود كده كده، فانا مش محتاج منه حاجه بصراحه النهارده خالص. هبدا اقلب عندي البصله والكرفس كده اهو بالشكل دوت، اقلبه كويس. هنا عندي زي ما حضراتكم شايفين خلاص البكاتا اللون اللي انا عايزه خدته. هنبص على الوش على الظهر كمان اهو، هبدا ارفع عشان ابدا اعمل الصوص، وهنزلها تاني برضو تستوي معايا في نفس الطاسه. اجيب عندي طبق فاضي وابدا ارفع بشكل بسيط جدا اهو كده اهو، كده اهو. طبعا معالم البكاتا مش هتبان معايا لما انزل بالصوص، بس خلينا نتكلم برضو بشكل سهل لحضراتكم، نعمل الصح والباقي على الله كده اهو. بالشكل دوت اهو، شكرا. انا كده هسيبها على جنب عندي شويه، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. هجيب عندي البطاطس تنزل على طول مع البصل والكرفس، قلب كويس كده اهوت. هديها بس بسيط كده من حبه الزيت كمان عشان ما تنشفش مني، واجي الناحيه الثانيه بشكل بسيط جدا. هنا بقى ده حاجه من حاجتين، لا اشيلهم خالص لا اعمل عليهم الصوص، احنا نختار اللي احنا عايزينه. بس انا خلينا نتكلم شويه، لو هم مش كتير والله هسيبهم، يا اما هم كتير شويه لا انا هشيلهم شويه او هشيل منهم شويه يعني كده اهو، مش كتير اهو. هرجع تاني هروح محضر عندي على طول نفس الموضوع، معلقه زبده ثانيه كده اهو، تسيح كويس مع بقيه اللي باقي من اللحمه بالشكل دوت، واروح مديها عندي كمان بصلايه ناعمه كده اهو، وابدا اقلب الزبده والبصل بطعم اللحمه، تاخد سوتيه بشكل بسيط، واحط عليها على طول المشروم. هنا عندي البصلايه بتاعتي بتاعت الشوربه خلاص، هجيب عندي كمان البسله اقلب كويس ياخدوا طعم مع بعض كده، اديهم عندي حبه ملح مش هزود عشان انا عندي مرق الكنور كده كده متبهره، وعندي كمان حبه فلفل ابيض كده اهو، وابدا اقلب كويس بالشكل دوت، واسيبها دقايق، وبعد كده هبدا اديها عندي المرقه واسيبها تعيش حياتها. هنا عندي البصل بتاعي بدا يدبل وهو ده المطلوب، معلقه صغيره جدا من الزيت، وابدا اقلب براحتي اهو دبل البصل. هبدا انزل عندي المشروم اللي قطعته مع حضراتكم كده اهو، وبعد كده هنشوف الموضوع ماشي ازاي. حبه صوص مشروم هما اللي بيبقى ليهم طعم مع
من طعم الديميجلاس وكمان من طعم اللحمه اللي كانت موجوده هنا عندي. هبدا انزل عندي بالمرقه على طول بسم الله كده، واسيبها عندي بقى خلاص خارب بهاراتها تغلي غلوه واثنين وثلاثه، بعد كده اضربهم الخلاط على طول واديهم الكريمه في الاخر كده. هنا عندي المشروم تاخد سوتيه بشكل بسيط، هبدا احضر عندي صوص الديميجلاس عشان خاطر نبقى واضحين مع حضراتكم. ناس كتير سالتني الاسبوع اللي فات على موضوع الديميجلاس بنجيبه منين، قلت ده بتاع كنور فاين فودز، قالوا لي لا انت بتقول واحنا بنلاقوهوش. انا والله العظيم رحت السوبر ماركت لقيته موجود، وعشان اثبت لكم انه موجود انا جبت من عندهم كمان كرتونه كامله اهي، يعني موجوده ما فيهاش اي حاجه خالص صعبه عندي ولا فيها اي مشكله. ايه اللي بيخليه ممنوع من السوبر ماركت؟ حاجه واحده، اللي زي حالاتي يروح رايح واخد لي كرتونه، طبعا هو يكون منزل 20 كرتونه، 20 واحد خدوهم ومفروض كل واحد ياخد كيس او كيسين، فطبعا يعني الموضوع لكن انا والله ما جايبها من الشركه، انا شاريها من السوبر ماركت انا نفسي. ويمكن كمان حتى قلت نفس الموضوع ده الاسبوع اللي فات مع حضراتكم، كان غالبا يوم الخميس، قلت نفس الموضوع برضو لازم اكون صريح مع حضراتكم. طيب هسيبه عندي المشروم ياخد وقته في تسويته، والشوربه عايشه حياتها، والبكاتة عندي مستنيه تنزل مع الصوص. هطلع فاصل صغير قوي ثم نواصل ونشوف اخبار الصوص بعد الفاصل. تعملي غيره بيرفكتو جبتو ولا عمري سبتو من يوم ما دقتوه والطعم ميزان شرايح ذهبية لاصحابي وليا تقرمش تطرقع تسمع نكهات جنان بيرفكتو بطاطس طبعا طبيعية 100% طعمها جبار تقرمش تطرقع وتسأل عملوها ازاي اسم كبير يطمن وطعم ملوش مثيل بفرحة وحب مالت بيوتنا وثقة من جيل لجيل أصالة عربية جودة عالمية دواجن الوطنية هتوصل كل مكان دواجن الوطنية في مزارع مصرية بالحب تملى دواجن الوطنية الأولى في الوطن العربي ألوان غنية ونعومة دائمة إنستنت إنديان حنة لون مركز ولمعان طبيعي إنستنت إنديان حنة من لاكتشوال لاكتشوال I like it في رمضان كل واحد مننا بيحب الكريب بطريقته وأنا بحبها في السمبوسك عشان طعمها بيدوب في البق وتيتا حبيبتي بتحب كيري في الكوبيبة وحلو عمته ما فيش زيه عشان معمول بكيري ودي حكايتي مع كيري اللي بتجمعنا في رمضان ورمضان دايما أحلى مع كيري اسأل عنها اللي بيحبها دلوقتي أحجام جديدة أكبر من لبنة كيري علشان تستمتعي بالسحور اللي بتحبيه أصل الصنع وطعم الأكل جريلو هو اللي يقول جريلو لحم برجر صافي سجوء شرقي ولانشن وكفتة تتبيلة بقى جريلو هو المضمون ميرندا وفكها شوية. بشرة طفلك متطلبة وحساسة جدا عشان كده لازم تضمن لها أفضل حماية
حفاضات بامبرز عناية مميزة الجديدة، الحفاضة الأكثر جفافاً من بامبرز، وكمان ناعمة زي القطن عشان يبقى طفلك مرتاح ومحمي. بامبرز عناية مميزة بحماية 5 نجوم للبشرة، الحفاضة الأكثر جفافاً والأنعم من بامبرز دلوقتي أحسن بكتير. الفضل كل سولو، غير سولو أنا ما أضمنش، للقلي كمان والسلطة في الطبخ ما تتصورش، عمري ما فكر أجيب غيره، دي الصحة ما تتعورش. الوحيد بزيت الصويا سولو، مش هتستعملي غيره. دلوقتي وانت في مكانك تقدر تعمل كل خدماتك الحكومية. لو عايز تستخرج بطاقة رقم قومي من أي مكان في مصر، وبطاقتك هتوصلك لحد مكانك. كمان لو عايز تعرف الأوراق المطلوبة لاستخراج، جواز سفر، شهادة ميلاد أو شهادة وفاة، قسيمة جواز أو طلاق، ولو عايز تتأكد من بيانات العربية المستعملة قبل ما تشتريها وهل هي مسروقة ولا لا، اتصل من أي محمول على 11. مع خدمة سوبر ديجيتال لخدمات الحكومة الإلكترونية. الزمن الجميل ما انتهاش. طب وانا مالي وانا مالي؟ الزمن الجميل انا مالي عايشة. اتصل على 1741 من أي محمول. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى، أو من أي خط أرضي على 09795. ومن فات قديمه تاه. الإعلان ده 45 ثانية بس، يعني لازم تسمعني كويس. في مسابقة فيها سؤال كلمنا وجاوب تاخد جايزة سهلة. مرة كمان، في مسابقة فيها سؤال كلمنا وجاوب تاخد جايزة. المسابقة هي مسابقة جاوب تكسب، والسؤال: كم مرة فازت مصر ببطولة الأمم الأفريقية؟ 1 6 مرات، 2 5 مرات، 3 7 مرات. والإجابة هي دي عليك. أما جوائزنا هي موبايل، بلاي ستيشن أو كاميرا ديجيتال، ومعانا فايز كل 10 أيام. نسيت أقولك، كلمنا على 26 05 من أي محمول، أو على 09827 من أي خط أرضي، وجاوب على السؤال. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصوم. مهرش لي في ضهر. عملت لكم
اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب الشوربه زي ما حضراتكم شايفين انا بضربها خلاص يعتبر جاهزه عندي، فاضل لي كمان المشروم نديله الصوص بتاعه ونخلص نفسنا. طيب انا قلت بشويه هنعمل الصوص الميلازي المفروض في الميه، ففضل عندي حبه ميه بصل لو قلت عليهم حبه ميه صغيرين، نفس البوله ونفس الموضوع هبقى اعمل فيهم صوص الميلاز بتاعي بشكل بسيط. اجيب عندي الكيس وابدا افتحه واحط عندي الكميه المطلوبه مني، وبعد كده هبدا اخليه يغلي على الـ 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 المشروم واديله عندي الكريمه في الاخر. اهو الكيس العبوه مع كوبايه ميه البصل او كوبايه من الميه الكبيره، وابدا اقلبهم كده مع بعض كده بالشكل دوت، وابدا انزل على طول على المشروم ويسيبهم بقى يعيشوا حياتهم، يبقى الموضوع عندي اكيد هيبقى ليه طعم كويس. عايز اخفف اللون شويه، عندي كمان الكريمه اللباني بتاعتي هنا، هضرب تاني بقى الشوربه عشان يغرفها على طول ونطبق السلطه بالمره، والموضوع عندي كده يعتبر خلصان. الشوربه زي ما حضراتكم شايفين اهي بتغلي ولونها جميل جدا، البسله هي اللي مديه اللون ده، وطبعا الطعم هيكون طعم البطاطس، فالموضوع هيكون ليه معنى اهو. الصوص بيغلي زي ما حضراتكم شايفين اهو، دي كده تمام متشكرين عليها. هديها برده من نفسها كده حبه كريمه، مش احنا قلنا بالكريمه ما بقاش منافقين، حبه كريمه كده حلوين، والباقيين دول احطهم عندي في الصوص بتاعي. بس الاول ابص عليه بدا يتقل اهو زي ما حضراتكم شايفين، هبدا اعمل ايه، هزود له حبه ميه عشان احط عندي كميه البكاتا بتاعتي تاخد تسويتها معايا. كده اهوت، اديله ميه هو كده كده هيربط ما تقلقوش. الشكل دوت كده اهو، بنسميه بالعربي يتلحلح شويه كده اهوت، وابدا انزل عندي البكات كامل بقيت تسويتها، وبعد كده نغرف على طول اهو كده اهو. كده اهو هي رخامتها في تروحها ونزولها بس مش اكتر من كده، تقعد تشيل الدقيق منها وتقعد تخليها تبقى مدعريه كده من الدقيق، فالموضوع بيبقى رخم كده اهو. بس هي كده خلاص خدت وقتها تاخد غيرتين ثلاثة وتكمل بقية تسويتها، البيتين ما بياخدش وقت مني زي ما احنا متفقين. كده اهوت. تاخد غلوة واتنين زي ما احنا قلنا، وبعد كده نبدأ نديها الكريمة لو عايزين، مش عايزين نطلع على طول. دي خلاص خلصت. تقليبة حلوة كده بس عشان خاطر الكريمة تاخد في بعضيها ونغرف على طول. كده اهوت. السلطة بقى أسهل منها ما فيش. هجيب عندي بولة فاضية للسلطة. إيه الجريك سلطة؟ والله جايب عندي طماطم شري. قطعها على نصين، فلفل الوان مكعبات اسهل منه ما فيش، بصل ابيض مسكر، خس كابوتشا، خيار مكعبات، عندي كمان زيتون لا، وعندي كمان الجبنه نص في النص، الزيتون المفروض زيتون اسود بس يعني ما عنديش زيتون اسود احط اخضر مش مشكله كده في النص، وعندي الانشوجه احط برده منها نص كده في النص بشكل بسيط، وبعد كده هديها عندي زيت زيتون كده اهوت، وعندي كمان حبه زعتر باودر، حبه ملح بوصات، وابدا اطلع على طول ما فيهاش كلام اهو. طبق سلطه جميل جدا، ومش هقلب المعلقه عشان خاطر الموضوع ما يبقاش معايا معجن، لان دي جبنه كده اهو، وابدا انزل على طول. كده بالشكل دوت، ودي عندي كمان جرنشيتو في النص كده حبه خس ملون، واجيب عندي بقيه الانشوجه وابدا اعمل كده، وكمان عندي بقيه الجبنه المكعبات، وممكن لو عندي بصل حلقات برده كل ده كله بيديني طعم كويس قوي اهو. ده طبق سلطه على السريع، حبه زعتر على الوش بطلع على طول ما فيهاش صعوبه، ده اول طبق لحضراتكم. يلا والطبق الثاني نراضي رغبات احمد شفيق عشان خاطر هو بيموت في دلق الحلل، ونبدا ندلق الشوربه عشان يديني دقيقتين زياده، صح كده ولا ايه؟ طيب والشوربه زي ما حضراتكم شايفين القوام بتاعها مطلوب هو ده اهو، والبطاطس كمان المكعبات دي بقى كمان لما اكلها كده وانا بشرب الشوربه انزلي تمام ماشي كده اهو، يبقى الموضوع عندي تمام التمام. الشوربه مش محتاجه مني حاجه خالص غير بس المع بس الطبق ده كده على السريع اهو، واطلع على طول. جرب الشوربه دي يا جماعه انا بحبها انا شخصيا جدا
الطبقتين اهوت، ده الطبق الثاني خلاص، ده هنا خلص خلاص زي ما حضراتكم شايفين. هديله عندي حبه كريمه ونغرف على طول ما فيهاش كلام. ما انا عمال اقول شفيق وحبيبي والحله وبتاع، اديني دقيقتين كمان يا سيدي هتخسر ايه؟ كده زي ما حضراتكم شايفين اهو ما فيهوش اي صعوبه خالص، الكريمه تاخد لها غلوه بسيطه. حضر ده الطبق بتاعها على طول نبدا نغرف ونريح الامور. تمام، طبق عندي كده يكون حلو، وعندي كمان لو حبيت اطلع لها كمان ببوله رز ابيض لا مانع. حاضر والله، اقل من ثواني، ثانيه واحده. تمام ماشي، يلا حاضر والله، اهو اغرف على طول اهو اهو. اطلع كده البكاتة بالشكل الجميل دوت، واحط عليها في الوش كمان على طول اهي. طبعا مع حبه رز ابيض مع حبه باستا الموضوع معايا بيبقى ليه طعم قوي جدا، والديمجلاس بتاع كنور بيديني طعم برده حلو مع المشروم طبعا اهم شيء. كده اهوت، كده كفايه، خصوصا المشروم هو اهم شيء، يبقى كده هو بالشكل دوت. حاجه خضراء بسيطه نطلع على طول على المائده، دي بكتب المشروم. انا شايف ان هي مش باينه، فمش عايز حد يقول انت عملت ايه مش باين اهي، حته البكاته في النص كده عشان تبان. تمام، كانوا ثلاث اطباق اسهل من بعض، يا رب يكون الموضوع كان سهل لحضراتكم. كان معانا النهارده مع حضراتكم البكاته بالمشروم، وكمان الجريك سلطه، وشوربه البطاطس بالبسله. السلام عليكم. هذا البرنامج برعايه